الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نصيحة أقدمها لنفسي ولإخواني، لو تخيلنا يوم القيامة، يوم يعرض الناس على رب العالمين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. لو تخيلنا ذلك الأمر، أحيانا نحن نرى جرائم كثيرة وأشياء خطيرة جدا تحدث من بعض الناس، فنحمد الله عز وجل على العافية، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. تخيل يوم القيامة إذا جاء الناس كلهم في صعيد واحد، ثم بعد ذلك ينادى، يعني أين المشركون، أين الكفار، أين من كفروا بالله سبحانه وتعالى، فيؤخذون يعني، وأنت تجلس تنتظر. الحمد لله الذي عافانا من هذه الجريمة يعني. ثم يأتي بعد ذلك والأين مثلا من عق والديه، فأنت تجلس تقول الحمد لله أنا لم أعق والدي وتمر سليمة الحمد لله. فيؤخذ ناس، تبدأ عدد الناس يقل، كل مادة ما بيقل عدد الناس يبدأ ينادى فين الناس القتلة، الناس اللي قتلوا، قتلوا نفسا بغير حق يعني، فيؤتى بهم ثم يؤخذون. الحمد لله رب العالمين، أنا لم أرتكب هذه الجريمة، وكأنني أتكلم مع نفسي، الحمد لله لم أشرك بالله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله لم أعق والدي، الحمد لله رب العالمين لم أقتل نفسا. ثم بعد ذلك مثلا لو نتخيل الناس اللي بيشربوا خمر يجوا الناحية دي، تقول الحمد لله. طب أنت ماسك قلبك بإيدك مستني، لأنك عارف أن في جرائم معينة أنت عملتها أو أشياء معينة وأنت تخاف منها وتخاف أن تؤخذ بها. ثم بعد ذلك يؤخذ اللي بيشرب الخمر، الناس اللي بتاكل لحم الخنزير تعالى يؤخذون في جانب، وكل المحرمات تباعا، قطيعة الأرحام تعالى، وهكذا. أين الزنا؟ ثم هكذا. انظر في نفسك، انظر في حالك، إياك والسيئات الجارية، يعني دايما تبص الحمد لله أن ربنا عافانا مثلا يعني من قتل النفس بغير حق أو من فعل الحرام. طبعا كل ابن آدم خطاء وكلنا نقع في الخطأ، لكن نصيحة لإخواني يعني على قدر المستطاع، يعني اتق الله ما استطعت، كلام لنفسي أولا. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويصرف، يعني يصرف ويبتعد عن الحرام بقدر ما يستطيع. طبعا من خلال التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، لو دخلت صفحتي مثلا هتقول ده راجل كويس جدا، طاقي وبينشر حاجات كويسة، ما فيش أي حاجة تغضب ربنا. والسبب في ذلك وأنها حرام، أولا أن أنا أنشر حاجة يعني فيها حرمة، تاني حاجة أنها سيئات جارية. فأي أحد من الإخوة مثلا يستمع إلى كلام الآن، مثلا أنشر مثلا في صفحتي عري رقص أو شيء، أغاني موسيقى أو أي شيء يخالف للشريعة، فهو بذلك يعني كل اللي بيسمع أنت بتأخذ سيئات على ذلك. الدل على الخير كفاعله، وأنت الدل على الشر كفاعله أيضا. فأنت حينما تدل الناس أن تحب وأن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، فأنت ممكن تيجي يوم القيامة من أين الذين يحبون أن تشيع الفحشة في المؤمنين، فالذين آمنوا، فتقول أنا مش ممكن أكون منهم أبدا، فتجد أنك كنت تنشر الفاحشة دون أن تشعر. ثم هذا معنى قول الله عز وجل، وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هم لم يكونوا يحتسبوا، نحن نحاول أن نكون أفضل، نحاول أن نكون في طريق أحسن، وإلى الله المشتكى والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.